في المداخلة الأولى للدكتور إيهاب تحدث أولا عن كيفية مواجهة الإرهاب، والحقيقة أوضح أنه في شيء أساسي أو في يعني قضية أساسية يجب التنبيه إليها، وهي أن هذه الجماعات الإرهابية هي جماعات عقائدية، بمعنى أنها زي ما قال كده لو كانت بتبغي الفلوس أو إرهاب من أجل الحصول على المال أو كده كان يمكن مقاومتها، وبالتالي فهذه العقائدية تتطلب أولا منظومة من التشريعات لمواجهتها، ونمرة اثنين المجتمع المدني يلعب دور في التكاتف بين الشرطة والشعب، وأعتقد أن هذا الاهتمام نابع من يعني انضمامه أو تأسيسه لهذه الجمعية، وقال أن المجتمع ممكن يلعب دور كبير قوي، المجتمع المدني ممكن يلعب دور في التكاتف مع الشرطة والشعب، وأعتقد أن هذه النقطة لم تنل استحسان البعض، حيث أن جميع الحاضرين أكدوا على أن العلاقة سيئة بين الشرطة والشعب وأن الشعب صار على الشرطة، ولكن الحقيقة يعني كان رده أننا نبغي مرحلة جديدة في هذه العلاقة، وأنه يجب أن ندعم المجتمع المدني وندعم الشعب، وأن الصورة سوف تتغير، الصورة الذهنية عن الشرطة سوف تتغير، وهذه وسيلة من وسائل مواجهة الإرهاب. أما بالنسبة للدكتور نور فرحات فكان حديثه عن كيف نوازن بين التشريعات الموجودة وبين المطالبات بحقوق الإنسان. الدكتور نور فرحات طرح جملة من القضايا في مداخلته الحقيقة تعتبر يعني رؤية واضحة لمواجهة الإرهاب، تتلخص هذه الرؤية في أنه أوضح أن القضية أولاً وأساساً ويجب أن نبدأ بها أننا لابد من تنقية التراث الديني، وأن القضية تتمثل في أن البنية المعرفية للفكر الديني السائد وخصوصاً الذي يدرس في أروقة المعاهد الدينية والمؤسسات الدينية فكر لا يقوم على النقد وعلى الإبداع، وبالتالي أن القضية لابد أن تكون هناك وجهة نظر نقدية في هذا التراث، لأننا لدينا نصوص ولدينا تفسيرات، النصوص بعضها يؤكد على القتل وبعضها يؤكد على السلم، وبالتالي علينا أن ننحي جانبا هذه النصوص وأن نعدد أسباب النزول في تلك النصوص التي وردت لقضايا القتل أو قضايا الجهاد وما إلى ذلك، لأنه الحقيقة طول عمر المؤسسات الدينية، وسأل الحقيقة في نهاية المحاضرة سؤال على غاية من الأهمية، طرحوا على رجال الأزهر ورجال الدين هل الأزهر بالفكر بالأساس في خلال الأعوام المنصرمة كانوا قد أسسوا لمنهج بحث علمي فيما يتعلق بالتأسيس الاجتماعي للأفكار وللتراث الديني، أم أن هذا ليس من اهتمام الأزهر، وكم من الدراسات أقصيت وكم من الأفكار أقصيت وعوقب أصحابها لأنهم تناولوا التراث بالنقد وبالتحليل. هذه انطلاقة أولية لمواجهة الفكر، لمواجهة الإرهاب، لأنه لا ينبغي فقط أن نركز على التشريعات وعلى الجانب الأمني والقضائي، وهنا يكون الانطلاق الفكري والمعرفي أساس للمواجهة. النقطة الثانية التي أكد عليها هي أننا بصدد الحقيقة قضية مهمة جدا، وهي أن الإرهاب ليس نوعا واحدا، وهو الآن يمارس على مستويات محلية ودولية، وأن مجمل التشريعات السائدة لدينا حول الإرهاب لا يوجد بها تعريف محدد أو تعريف قانوني للإرهاب، وبالتالي علينا إعادة النظر في منظومة التشريعات الخاصة بالإرهاب وتحديد دقيق للإرهاب الدولي الراهن، لأنه إرهاب يختلف نوعا وكيفيا عن أنواع أخرى من الإرهاب. هو أولا إرهاب يقتضي أو يستهدف سيادة الدولة الوطنية وتنفيذ أهداف سياسية، أو أنه يستند أو أنه يهدف إلى إساءة صورة الإسلام، ومن ثم يجب أن يكون لدينا تشريعات تحدد ما هو المقصود أولا بالإرهاب، وأن تكون هذه التشريعات الحقيقة مبنية على أحكام قضائية، لأن بدون هذا التوجه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نواجه الإرهاب، خاصة وأن لدينا ما سماه الدكتور نور العشوائية في التشريعات والعشوائية في المعالجة القانونية، وأوصى
بما سماه أيضا في نهاية المحاضرة الهندسة القانونية لمواجهة الإرهاب، بمعنى أننا نكون قادرين على إصدار قوانين تحارب الإرهاب مع كافة العوامل الأخرى أو العوامل التي يمكن أن تقضي على الإرهاب، وخاصة المعالجة الثقافية أو المعالجة التي تدين الطريقة التي تدرس بها المناهج الدينية والطريقة التي يدرس بها التراث، وأنه لابد أن يكون هناك نقلة كيفية في مناهج التعليم الأزهري وفي المناهج الدينية وفي تفسير التراث بشكل عام وفي الرؤية النقدية التي يجب أن تكون هي الرؤية المقدمة عن ما عداها من رؤى أخرى لكل النصوص الدينية، وأن يكون هناك فرق بين الأحاديث والسنة النبوية التي تقوم أو التي تختص بالتشريع والسنة النبوية التي تختص بالمعاملات، وأن يكون هناك تفريق واضح، وأن نتسلح بالنظرة النقدية للتراث وكل ما علق به من يعني تفسيرات تؤكد على تنامي ظاهرة الإرهاب وعلى ما نشاهده اليوم من حوادث ومن يعني قضايا مؤلمة تحيط بنا من كل جانب. كان الموضوع الأساسي لورشة العمل هو دور المجتمع المدني في الحد من التطرف والعنف، ودارت الجلسة في الحقيقة حوالين مسببات التطرف، وأعيد النظر في كثير من المقولات النظرية التي تربط التطرف بالنواحي الاقتصادية أو بمفهوم الفقر بشكل أساسي، وتم طرح مفهوم الاستبعاد وضرورة أن يعمل مؤسسات أو أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني على محاولة تضمين من لديهم عوامل الكامنة لممارسة التطرف، كما أيضا أعيد النظر في مسألة الارتباط بين التطرف أو الإرهاب ودين بذاته، حيث تم الاتفاق على أنه لا يرتبط بمنظومة معينة، وإنما يجب إعادة النظر في هذه العلاقة الارتباطية. ورأت ورشة العمل ضرورة طرح استراتيجية طويلة المدى بتركز بالأساس على دور الوسائط المجتمعية في الحد من التطرف والإرهاب، وكان يقصد بهذه الوسائط المجتمعية دور المدرسة والأسرة ودور العبادة وبالذات وسائل الإعلام، كما تم طرح موضوع أن مؤسسات المجتمع المدني إذا كانت تناجي بضرورة الشفافية من قبل مؤسسات الدولة فهي الأخرى عليها أن تلتزم بالشفافية في طرح كل ما يخصها من مشروعات في تنمية المجتمعات التي تعمل بها أو في الجماعة المستهدفة لهذه المشروعات. وتم أيضا طرح قضية ضرورة تكثيف جهود المجتمع المدني بمؤسساته والانتقال من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي حتى تستطيع هذه الجهود أن تكون في مواجهة ما أسميناه مقاومة الدولة إلى حد ما وتهميش دور هذه الجمعيات. ولن يتم ذلك من وجهة نظر من طرحوا الأوراق البحثية إلا بالتنسيق بين هذه المجتمعات وإعادة اكتمال دور المجتمع المدني بالقضاء على الاختلافات والخلافات بين هذه المؤسسات. وكان المفهوم الأساسي
الذي طرح في هذه الجلسة هو مفهوم كيفية تطبيق ما يسمى بالتضمين الاجتماعي للفئات التي لديها قوة أو لديها عوامل ممارسة الإرهاب أو التطرف، كما تم الاتفاق على ألا يقف المسلمون في مواجهة الدفاع عن أنفسهم من بعض التهم التي قد لا يكونوا قد ارتكبوها فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، ورسمت استراتيجية واضحة في هذه الجلسة أو من مخرجات هذه الجلسة تقوم على تحديد المفهوم الجديد للعنف والمسببات الجديدة له، وضرورة تحسين السياق الذي يعيش فيه من لديهم القوة الكامنة لممارسة الإرهاب أو الانغماس في حركات التطرف، وذلك بتحسين البيئة الفيزيقية التي تحيط بهم، ثم توجيه مؤسسات المجتمع المدني إلى تعليم هؤلاء والنهوض بهم حتى نستطيع تفعيل رغبة هؤلاء في أن يندمجوا في هذه المجتمعات. ما يحدث في الإعلام لا يختلف كثيرا عن ما يحدث في الشارع، ويمكن إحنا في التواصل الاجتماعي بنلاقي ألفاظ كانت غريبة علينا أو إن إحنا نقراها بأي شكل من الأشكال، لا في التلفزيون ولا في الإذاعة ولا في الجزء ولا في الجرائد. ولذلك إحنا محتاجين لإعادة تنظيم هذه المنظومة. إعادة تنظيمها بمعنى إن إحنا أولا هو تنظيم ذاتي، الإعلاميين والصحفيين بشكل عام لازم ينظروا إلى تنظيمهم الذاتي، لأنهم إحنا بنعتبر أدوات الإعلام دي جزء من أدوات أو مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ودي مهمة جدا. يعني المدرسة جزء من هذا المجتمع، التربية الثقافة جزء من هذا المجتمع، الفن جزء من هذا المجتمع، مجتمع التنشئة الاجتماعية تتبرور فيه ثقافة الفرد وبتنمو فيه، والمسجد جزء من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، الكنيسة جزء من مؤسسات التنشئة الاجتماعية. ومن هنا يأتي الإعلام بعد كده، هو بيجي في الآخر. يعني إحنا بنعلمش في الإعلام التلميذ في ابتدائي، إنما التعليم بيعلمهنا وبين إحنا بناخده كألمين أثر فيه بعد ما هو يتعلم. وبالتالي احنا محتاجين لهذه المنظمات منظمات التنشئه الاجتماعيه ان اولا وعلى قمتها وزاره التربيه والتعليم والمسجد والكنيسه، انهم اولا يبقى النظره نقديه لما يقال ولما يكتب ولما يشاهد ولما يتم تداوله على منظومه الميديا العالميه، العقليه النقيده التي تستطيع ان توزن بين الرث والسمين. دي نقطة مهمة بتاخد وقت، لكن احنا عارفينها في مرحلة انتقال، واحنا مفروض نناضل من اجل هذا. الحاجة التانية في مؤسساتنا الاعلامية، احنا محتاجين من اهم الاشياء الى رفع مستوى الاداء المهني لدى الصحفيين ولدى الاعلاميين. احنا عارفين ان الجامعة عندنا بتخرج ناس يعني يدوبك، احنا عارفين كده كويس قوي، انما ازاي احنا نرفع ادائهم المهني بحيث ان هم يحولوا اعلامهم الى اعلام اولا يعلن فيه الناس، يعلم الناس بالحقائق كامله. اثنين ان هو يبقى تنويري، ان هو يبقى تثقيفي، ان هو يبقى توضيحي للامور، بحيث ان هو المؤسسه الاعلاميه المصريه تتحول الى المؤسسه اللي هو بيستكين ليها الجمهور المصري بعيدا عن المؤسسات العالميه. اهم حاجه لا تحريضي لا تمجيدي، طبعا انتوا فاهمين يعني ايه تمجيدي، ولا ترويجي. انا لا اروج لبضاعه ولا امجد في فرد ولا احرض، وان انا بلتزم بان انا بحط قيم التنوير، التسامح والتعايش المشترك واحترام القيم الاساسيه للانسان واحترام ادميته واحترام الجمهور واحترام رغبته. ودي نقطه مهمه. الزملاء كانوا في ناس قالوا ان احنا زي ما بتظهر في كل حته ان احنا مش شغلتنا ان احنا نعزل ذوي الافكار عننا، انما شغلتنا ان احنا ندمج ذوي الافكار الينا مع عزل اللي حامل السلاح.
يعني مش كل واحد بيتكلم بالشريعة أو باللاهوت أو بحاجة نحن نعزله، ممكن يكون هو بيعبر عن رأيه ولكنه ليس إرهابيا. فإحنا شويتنا كعالميين إن إحنا ندمج هؤلاء عندنا ونعزل الآخرين، يعني نبقى في الأول ندمج وبلقاش إقصائيين من الدرجة الأولى. النقطة الثانية إن إحنا لازم نلتزم بالقيم الجادة للمجتمع، القيم الجادة للمجتمع وما ننحرفش إلى الأشياء غير الجادة. الإعلام في مصر لازم يكون جزء من الدولة، جزء من الدولة ولكنه ليس جزء من الحكومة. ومن هنا إحنا لازم نحترم حرية الإعلامي وحرية الجمهور وحرية تداول المعلومات وحرية توزيع أو شرح هذه المعلومات. إحنا جزء من الدولة زي الجيش زي البوليس زي الوزارات زي كل حاجة، ولكننا لسنا جزء من الحكومة، لا نتلقى أوامر من الحكومات المتغيرة، إنما نلتزم بالقيم العامة المؤسسية للدولة المصرية. دي مهمة. إن إحنا النهاردة بنواجه بحاجة اسمها إمبراطورية الخوف، إن فعلا في وسائل الميديا العالمية أو التواصل الاجتماعي بنواجه بحالة فيديوهات، وإحنا فاهمين الحكاية دي إنها ممكن تكون بتقود الديمقراطية وبتبث فينا الخوف من المستقبل، وده أسلوب يتبعه الإرهابيين علشان لما نخاف منهم فنستكين. لكن المهم الإعلام قدام إمبراطورية الخوف ده هي إنما يشجع وينمي ويكبر ويزرع إمبراطورية المواجهة، إن أنا بواجهه بعقلي، بواجهه بنضالي، بواجهه بمؤسساتي، وإن أنا لا أستكين إلى الخوف. النقطة الأساسية الثانية إن الإعلام ده هون وهو بينظم نفسه، لازم النهاردة نعيد تنظيم إعلامنا بحيث إنه يبقى مش إعلام بمعنى إن أنا بقول الحكومة تعين نظميني، لا، إحنا بنجنح إلى التنظيم الذاتي، لأن إحنا يعني اتفقنا جميعاً إن مثلاً يعني إن إحنا لا، أنا ممكن أخاف من الحكومة لكن أنا بخاف أكتر من زملائي في المهنة لا ينبذوني. ومن هنا التنظيم الذاتي يضع ميثاق شرف للإعلام اللي بيها هذا الميثاق يتضمن كل طموحاتنا في الإعلام المصري وكل طموحاتنا في المهني الإعلامي المصري وعلاقته بالمجتمع. النقطة الثانية هي إن إحنا نهتم بالإذاعة المصرية، يمكن دي قالتها زميلة لنا إذاعية، للإذاعة إلى الآن هي الوسيلة الأكثر انتشاراً في مصر بسبب تراجع التعليم، بسبب الفقر، بسبب إن مش كلنا عندنا تلفزيونات. ولكن أهم نقطة إن إحنا من خلال البث الإذاعي الأثير الإذاعي ده هو ممكن نحنا نكسب عقول الناس البسطاء اللي ما تعلموش الأميين ونساعدهم على الرقي بحياتهم ونبعدهم عن العنف. هي النقطة الأساسية إن إحنا في إعلامنا ده هو اللي هو غير منظم، لازال غير منظم وغير مقنن وفي حالة فوضى. إن إحنا أهم حاجة قدامنا كإعلاميين لمواجهة هذا الطيار الجارف من الإرهابيين إن إحنا نحاول ننتظم مع بعض ونتفق مع بعض على قيم أساسية إحنا محتاجينها في المرحلة دي تبعد الجمهور وتبعد بلدنا من الاقتراب من العنف، الاقتراب من الإرهاب، وإن إحنا نؤسس لدولة زي ما دايما نقول من خلال الإعلام نساهم في تأسيس الدولة المدنية الحديثة اللي إحنا بنترقبها. ده كانت الملخص، كان في تفاصيل كتيرة هيقولوها الزملاء في البيانات بتاعتهم اللي هيدوها الأستاذة سميرة، ده كان ملخص. لكن إحنا كإعلاميين وكان في عدد كبير مننا من الإعلام المحلي وفي عدد كبير مننا من الإعلام العادي حسينا بخطورة وضعنا الحالي واحنا عارفين ان احنا مقصرين في اشياء ولكن بنخدم اشياء اخرى، لكن في جيل جديد مننا لازم يطلع على اسس جديده محترمه تساعد الجمهور على ان هو يعرف الحقيقه بحيث ان هو لا يلجا الى الاخر لمعرفتها انما يلجا لنا احنا في الاساس. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا استاذ امينه شفيق. وبالتالي الثلاث مجموعات غطوا القضيه بشكل واسع وكبير،
وهتكون تقاريرهم ملحقه بالبيان الختامي. الاستاذ عبد القادر شهيب هنسمع منه البيان الختامي